معكم هيفاء علي مصطفى باسم العلامة التجارية لينا كروشيه. أولا كنت بشتغل كروشيه عادي، ملابس أطفال، مفارش، حاجات زي دي. تاني أكتر حاجة شدتني إنه بديت اشتغلت شنط، فشدتني الشغل بتاع الشنط، بديت روحي يعني ما بزهق منه، ما بمل منه، كنا شنطة أقعد فيها اليوم كله عشان أطلعها، فعجبني موضوع الشنط، فاتجهت لقيت في الكروشيه اتجهت لموضوع الشنط. أول بدايتي في الشنط أصلا ما كانت بموضوع التجارة أو حاجة زي دي، كان إنه أنا بس قدر أعمل حاجة جديدة أكتشفها، وسبحان الله عملت أول شنطة عجبت الناس. تاني كل مرة بعمل شكل جديد، فحد ما عملوا لي صفحة، بالمناسبة عملتها لي صاحبتي وضافت لي بداية الناس، وأنا شوي شوي بديت أوسع فيها، بقى عندي شنط متنوعة، أشكال متنوعة، كل مرة بكون في شكل جديد أنا بضيف للمجموعة. طيب من الناس اللي كانوا وقفوا معاي ودعموني، وأنا كنت متمنية من البداية اللي من بداية شغلي أنا أكون جزء منهم أو أكون منتجاتي عندهم، ناس طبعاً ناس كرافت ستور، وسبحان الله هسه أنا بقيت جزء منهم وأغلب منتجاتي بتعرض تبع الصفحة بتاعتهم. من مميزات كرافت ستور بالنسبة لنا كنينة كروشيه إنها وفرت لي التسويق اللازم والتوصيل، بقى ما علي هم إلا إن أنا أنتج المنتج وأسلمه لناس كرافت ستور وهم بيتكفلوا بكل شيء تاني. طريقة العرض بتاعتهم مختلفة، طريقة الشغل بجودة احترافية أكثر، بيهتم بالمنتج وإنه الفينشنج بتاعهم يكون نظيف، فدي حاجة شدتني ليهم. وغير كده إنه أنا متمنية من هنا أنا أصل العالمية، فعن طريق أكيد إن شاء الله بإذن الله عن طريق كرافت ستور في الحاجة دي ممكن توصلنا أنا أصل العالمية بإذن الله.